أعلنت وزارة الإعلام عن تنظيم مهرجان بمناسبة الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان خلال الفترة من 14 إلى 18 من الشهر الجاري من الساعة 14 وحتى الساعة 22 مساء. هذا ويعد مهرجان وزارة الإعلام من الفعاليات المتميزة التي تقام في مملكة البحرين بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في المواسم السابقة والتي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث سيتضمن في نسخته المقبلة فعاليات وأنشطة متنوعة تتناسب مع كافة الأذواق والفئات العمرية كالفرق الشعبية والموروث البحريني والسوق والمطاعم والمعارض التاريخية وبرامج ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من مباني ومجسمات عمرانية تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين.